بابا كيتينا كيكرة مخطوفة ولا يخطف لك كرة ويصير فيها خوخي ومحاولة العربي موجود الآن. خطف لك كورة، سرق لك كورة، سر للأمام، حطها على يمين أحمد سفيان. أوه الآن سوف تتغير الأمور، الآن راح تحلو المباراة، الآن راح نشوف مباراة كرة قدم غاية في الروعة. خوخي بو علام واللي يحبك ما يتلام، جمهور العربي يحبونه، جمهور العربي يحبونه، والآن ترتفع الأعلام الذكية تتحول للوكرة، لكن عادت لي العربي مجدي يلعب لك كورة ما فيها راية. هذه وين يا أبو علام؟ هذه في الشبكة وما فيها كلام. جول ثاني للعربي، ومبارك مصطفى سعيد والعرباوي بالتأكيد أنهم سعداء الآن. يدور الإبداع هذا العربي تلاقيه، وبالماضي تعرف ماضيه. شوف 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 ما فيها راية نهائيا بالتأكيد، ويكسر التسلل. وخوخي أبو علام في زيارة ثانية للشبكة، زار الشبكة للمرة الثانية خوخي أبو علام واثنين العربي. شيء الوكرة يا عيني على المرور، ويا عيني على الهدوء، ويا السلام على الثقة. وشوف نزلها على الأرض وقالها سيري، وللشبكة روحي، وهدف موجود للعربي. اثنين العربي، مجرد ما أن الكرة اجتازت أحمد سفيان وقف مدرج العربي كله وسيلاس أصحاب الطاولة المستديرة معاه هناك، كل الأمور تناقش لدى السيد بدر بلال. كرة ملعوبة ليونس، ولربما الوكرة الآن يقترب، وفعلا جول، فعلا جول. سعيد بطاهر يعيد الوكرة إلى اللقاء بهدف في هذا التوقيت. أبناء الجنوب، أمواج الوكرة بدأت تتحرك الآن في استاد حمد الكبير. بدأت الأمواج بالتحرك بعد عملية السكون طالت الدقائق 61 الماضية. يونس يحضر وسعيد بطاهر يسجل، وهدقي أقل من نصف ساعة ومحاولة الآن للوكرة في كرة تتحضر بشكل سليم، يحاول يبحث عن تسديدة. جوهر الكعبي وخوخي أبو علام على خطأ وضربة حرة مباشرة راح تسدد بشكل قوي إلى الشباك. خوخي أبو علام